Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. حمدتي طريقة مسؤول المطلوبين أمام الجنائية متروك للجهات العدلية، والمدعي العام في الجنائية يكشف عن زيارة لدارفور في نوفمبر المقبل. الأمم المتحدة تقترح معايير لرفع العقوبات المفروضة على السودان بشأن دارفور، وتنتقد تزايد العنف القبلي وخطوة تنفيذ السلام. نزوح 15,000 شخص من 7 قرى إلى تابت بشمال دارفور واستمرار نزوح المواطنين من المجانس. تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الشمالية والبحر الأحمر تعلن تراجعا في عدد الحالات الموجبة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو أن اتفاقية جوبا لسلام السودان أقرت مسؤول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، موضحا أن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم. وأكد حميتي خلال استقباله في مكتبه بالقصر الجمهوري الأربعاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم محمد خان استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة بوصفها إحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها ثورة ديسمبر. من جانبه أشار خان إلى أهمية تعاون السودان مع المحكمة الجنائية، وأكد أن المحكمة تعتمد على السودان لإحراز تقدم بشأن القضايا المتعلقة بمسؤول مطلوبيه. وكانت وكالة السودان للأنباء نقلت تصريحات عن وزيرة الخارجية مريم الصادق خلال لقائها خان يوم الثلاثاء بقرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، موضحة أن القرار ينتظر الإجازة في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان أنه سيزور دارفور في نوفمبر المقبل قبل تقديمه تقريرا لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر المقبل. وكشف مدعي المحكمة الجنائية الدولية عن زيارة فريق من المحكمة للسودان خلال الشهر المقبل لجمع الأدلة المتصلة بقضية علي كوشيب. وعقد خان لقاءات مفصلة في القصر الجمهوري الأربعاء مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو وعضوي مجلس السيادة الانتقالي الدكتور الهادي إدريس والطاهر حجر. وقال خان في تصريح صحفي أن جهود الحكومة تتطلب تعاون ومساعدة السودانيين سواء في دارفور أو الخرطوم حول كل الجرائم التي ارتكبت والمتمثلة في القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الأخرى، داعيا كل شخص يملك معلومات حول ما جرى في دارفور بالاتصال بمكتبه. وأكد حرصه على التعاون مع الحكومة السودانية وطالبها بالالتزام للمضي قدما في تحقيق المهام في القضايا التي هم بصددها. رحبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان إلى السودان، وأعربت عن أملها في الوصول لخطوات عملية جادة مع المحكمة مع الحكومة الانتقالية لتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية. وأكدت زيادة انتهاكات حقوق الإنسان مطالبة بإصدار أوامر قبض جديد ضد الجناة السودانيين، وقالت إن الحكومة الانتقالية غير قادرة وغير راغبة في حماية النازحين وممتلكاتهم. نزح 15,000 شخص معظمهم من النساء والأطفال جراء استمرار أعمال القتل والنهب المسلح لنحو أسبوعين على القرى المجاورة لمنطقة تابت بمحلية طويلة شمال دارفور. وقال مواطنون من تابت لراديو دبنجا أن النازحين فروا من 7 قرى من بينها كداريك وديمسلك وحلة يعقوب بعد الهجوم المستمر الذي ينفذه مسلحون يستقلون عربات الدفع الرباعي والمواتر والجمال منذ أسبوعين. وأوضحوا أن الهجوم أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين ونهب مواشيهم وممتلكاتهم.
وأوضحوا أن النازحين احتموا بالمدارس والمستشفيات في القرية النموذجية بتابت ويعيشون أوضاع إنسانية مأساوية مع هطول الأمطار وانتشار البعوض، وأشاروا إلى تفشي الملاريا والإسهالات، وقالوا أن النازحين الجدد يفتقرون للغذاء والدواء ومواد الإيواء، وناشدوا السلطات والمنظمات بالإسراع في توفير الأمن والمعينات. عادت الأوضاع الأمنية إلى مدينة المقيانس بولاية النيل الأبيض الحدودية مع دولة جنوب السودان إلى طبيعتها عقب الاشتباكات المسلحة بين الفصائل المسلحة يوم الثلاثاء، فيما لا تزال معاناة النازحين بسبب الاشتباكات مستمرة. وقال مواطنون لراديو دبانجا إن اشتباكات مسلحة بين الفصائل المسلحة الجنوبية تجددت يوم الثلاثاء وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى بين الجانبين. وأشار المواطنون إلى استمرار نزوح أعداد كبيرة من الأسر إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأبيض وسط أوضاع إنسانية حرية، مشيرين إلى حوجتهم للأغطية والمشمعات إضافة إلى المواد الغذائية. وأضاف مواطن لراديو دبنجة من محلية التضامن في هذا الخصوص: نعم حقيقة أوضاع صعبة شديد، لأنهم هم مريضوا السرطان ومريضوا السياح العكام وحسين مش الفوسي، يعني نزحوا وخلوا يعني منقذتهم وأعدادهم وكل اللي نقدرين يشيلوا هذه حاجة، بس بيقوادين في الخريف ده طلعهم ومجوا واحدين قاعدين في العراء واحدين في المجمعات، يعني وضعهم سيء والله. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريوس الحكومة إلى تنفيذ 4 معايير مرجعية من أجل إنهاء العقوبات المتمثلة في حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى التي فرضتها مجلس الأمن بعد بدء الصراع في دارفور في عام 2003. وأشار غوتيريوس في تقرير مكون من 16 صفحة تم توزيعه لأعضاء مجلس الأمن يوم الثلاثاء إلى ضرورة إحراز تقدم في قضايا الحوكمة السياسية والاقتصادية وتعزيز تمثيل سكان دارفور بجانب إنشاء مجلس تشريعي انتقالي مع تمثيل النساء بنسبة 40% على الأقل بما في ذلك من دارفور، كما دعا إلى إحراز تقدم في الترتيبات الأمنية الانتقالية في دارفور وإحراز تقدم في خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين بقيادة مدنية بجانب التقدم في العدالة الانتقالية والمساءلة واستمرار التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والحكومة الانتقالية. من جهته أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريوس إلى التنفيذ البطيء لاتفاق سلام جوبا وانعدام الأمن في أجزاء من دارفور. وقال غوتيريوس في تقرير إلى مجلس الأمن الثلاثاء إلى تزايد وتيرة العنف القبلي والاشتباكات بين الرعاة والمزارعين بجانب الاشتباكات في منطقة جبل مرة، وقال إنه مجموعات مسلحة من دول أخرى تستخدم دارفور كقاعدة للعمليات. وأشار التقرير إلى وجود أفراد مسلحين وميليشيات وبعضهم مرتبط بنظام البشير ويعملون في المنطقة إلى جانب المجرمين، ونبه إلى الانتشار واسع النطاق للسلاح. وقال غوتيريوس إنه نتيجة لانعدام الأمن لا يزال المدنيين يتعرضون لهجمات عنيفة ومضايقات وترهيب من قبل المجموعات المسلحة وبعض القوات التابعة للدولة، مشيرا إلى وقوع 105 حالات عنف جنسي مرتبط بالنزاع في عام 2020. أغلق محتجون من قرية أبكشما بمحلية وسط القضارف أمس الأربعاء طريق القضارف مدني لساعات، مطالبين بتأهيل الطريق الذي يربط قريتهم إلى الطريق القومي وتوفير الخدمات. واضطرت الباصات السفرية والمركبات الخاصة والشاحنات للوقوف لساعات طويلة بسبب إغلاق الطريق باستخدام المتاريس وإطارات العربات المشتعلة. وردد المحتجون هتافات تطالب بالإسراع في تأهيل الطريق الذي يربط بين الطريق القومي وقرية أبكشما بمحلية وسط القضارف التي تبعد نحو 20 كيلومتر عن مدينة القضارف. وردد المحتجون هتافات: دخل اعتصام العاملين في وزارة الإنتاج والموارد الطبيعية بولاية النيل الأبيض الأسبوع الثالث مطالبين بإقالة المدير العام للوزارة ومديري الإدارات. وسيرت لجان مقاومة كوستي الأربعاء موكبا إلى وزارة الإنتاج والموارد الطبيعية في كوستي تضامنا مع الاعتصام. ووجه العاملون في الوزارة انتقادات لطريقة تشكيل اللجنة التسييرية للعاملين في الوزارة،
مطالبين بتشكيل لجنة تسييرية تمثل جميع العاملين، وندد العمال المعتصمون بعدم تجاوب حكومة الولاية للاستجابة لمطالبهم. وأضاف أحد الموظفين المعتصمين في هذا الخصوص: اللجنة اشتغلت، أعلنت الإضراب أول 3 يوم، المخرج كان إنه في نتائج بعد 3 يوم فبيها ما في نعلن عن إضراب مفتوح. بعد الكلام ده جاءت اللجنة، ونفس اللجنة كسرت قرار قاعدة أو مخرج بتاع اجتماع قاعدة وفكت الإضراب. دي واحدة من مآخذ اللجنة. كلام الإضراب ده كلام بتاع قاعدة، قال يا أخواننا أضربوا، أضربنا، قلنا لهم لما نضربوا النتيجة شنو؟ لو ما حصل النتيجة نعلن الإضراب مفتوح. كسروا العنب وقالوا لا لا وندي الناس دي الفرصة. وقالت اللجنة لمسنا من الحكومة إنه بدت وما لمسوا أي حاجة لحد الآن. وهسه يعني احنا المعاناة 17 يوم فيها دي واحد من إخفاقات اللجنة، لأن أول إضراب قامت كسرته. أعلنت قوات الدعم السريع الدفع بتعزيزات عسكرية إلى محلية أم دخن بولاية وسط دارفور لتأمين الموسم الزراعي. وأوضح قائد قوات الدعم السريع قطاع وسط دارفور العميد علي يعقوب جبريل في تصريحات صحفية أن تأمين الموسم الزراعي من أولويات حكومة وسط دارفور، مؤكدا عزم قواته والقوات النظامية الأخرى على توفير الأمن للمواطنين حتى يتمكنوا من ممارسة نشاطهم الزراعي بصورة طبيعية. وقال يعقوب في تصريح صحفي عقب ودائه قوات الدعم السري المتجه إلى أم دخن أن استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية دفع عدد كبير من المواطنين خاصة النازحين إلى العودة الطوية لقراهم والانخراط في الزراعة. أوضح التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل ارتفاع منسوب نهر النيل الرئيسي الأربعاء إلى 15 متر و54 سنتيمتر بارتفاع 4 سنتيمتر عن منسوب الأمس، فيما سجل منسوب نهر عبرة 14 متر و82 سنتيمتر بارتفاع 10 سنتيمتر عن منسوب الأمس. وأبان التقرير أن الفاصل المداري يمر شمال وادي حلفة متجها إلى أسوان، ومن المتوقع هطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة. ونبهت الغرفة كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران لارتفاع مناسيب النيل. احتشد عدد كبير من مواطني تنبول بولاية الجزيرة الأربعاء أمام قسم الشرطة احتجاجا على التفلتات الأمنية في سوق تنبول والسرقات وكسر للدكاكين بجانب نهب الهواتف. وطلب المواطنون وتجار السوق الشرطة بتأمين السوق وتوفير قوى من الشرطة داخل السوق وحل قضية تأمين السوق بصورة جذرية. وأوضحوا أن الشرطة أخطرتهم بقلة منسوبيها في المنطقة. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص: اللي قدموا لي مفتوعهم على القضاري، مفتوعهم على الخرطوم، مفتوعهم على شرق النيل، وحتى وتحزون وجاء حتى الحبشة، ما في أي حماية، حماية واحدة ما في. الحرامي تقبضوا تجي تلقى بكرة في السوق، وكيل النيابة تجيب له مؤسسة حكومية مسروقة يفك كذا يفك الحرامي كيف. بعدين لزم عدنا نحن ورقين تنبول حرامية، أنا تنبول ما حرامية، ورقين الحرامية هون ذات ورقين الحرامية بكرة ليش. أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية تسجيل تسع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي إن عدد الحالات النشطة في الولاية ارتفع إلى 28 حالة، من بينها 3 حالات في مركز العزل بدونغولا. وأعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر التراجع الملحوظ في عدد الإصابات الموجبة بفيروس كورونا وتطعيم 20,632 مواطن بلقاح المضاد لكورونا بالولاية، إلى جانب تطعيم 2,846 من الكوادر الطبية والصحية. وأكد والي البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي في اجتماع مع الإدارة العامة لقطاع الصحة برئاسة دكتور زعفران محمد أحمد الزاكي بحضور وفد وزارة الصحة الاتحادية ومدير منظمة الصحة العالمية والإدارات المتخصصة إن الأزمة الأخيرة أحدثت هزة كبيرة في النظام الصحي بالولاية وأفرزت العديد من المشاكل الصحية. وأكد ممثل إدارة التحصين الاتحادية وصول لقاح جونسون خلال الأيام القليلة القادمة، وأشار لضرورة تكثيف حملات التوعية. كشف منسق برنامج مكافحة الإيدز والدرن بوزارة الصحة بولاية الجزيرة دكتور مريم عز الدين عن إصابة 1334 شخص بالدرن في الفترة من يناير إلى يونيو عام 2021 بالولاية. وقالت مريم وفقا لإعلام وزارة الصحة بولاية الجزيرة إن هناك 38 مركزا لتشخيص وعلاج ومكافحة الدرن بالولاية،
موضحة أن مرض الدرن لا يزال يمثل إحدى المشاكل الصحية في ظل عدم توفر المكون المحلي لمكافحته جنبا إلى جنب مع الدعم المقدم من صندوق الدعم العالمي. وقالت مريم أن عدد مرض الإيدز الذين يتلقون العلاج المجاني بمركز مدني يبلغ 447 مريضا تقدم لهم كافة الخدمات العلاجية. اتهمت حكومة ولاية غرب كردفان شركة GMSS العاملة في مجال التعدين إنها من الشركات التي لم تلتزم بالإجراءات القانونية التي تخول لها مزاولة العمل، وأعلنت إنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة. وقال المكتب الصحفي لوالي ولاية غرب كردفان في تعميم صحفي إن وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية منحت موافقة مبدئية لشركة GMSS، وخاطبت وزارة المعادن الاتحادية والشركة السودانية للموارد المعدنية بتكملة إجراءات التصديق النهائي والتعاقد مع الشركة إذا ما استوفت الشروط، إلا إن الشركة بدلا عن الالتزام بذلك ذهبت لتركيب مصنعها وباشرة العمل قبل أن تتخذ التصديق النهائي. وأوضح التعميم الصحفي أن أمين عام الحكومة خاطب وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بقاف شركتي GMSS والإجلال العالمية العاملتان في مجال المخلفات. أعلنت نقابة المحامين السودانيين رفضها القاطع لقرارات التنقلات التي أصدرها السيد نائب رئيس القضاء، مطالبة بإيقافها فورا لحين تعيين رئيس القضاء ومناقشة هذا الأمر داخل المؤسسات المعنية التي تشمل مفوضية الخدمة القضائية. وقال علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية للنقابة في بيان أن قضية التنقلات لم تطرح بمفوضية الخدمة القضائية في اجتماعها الأخير التي يحظى بعضويتها، واعتبر التنقلات تجاوزا لمؤسسات الخدمة القضائية خاصة في ظل غياب رئيس القضاء، علما أن مهام نائب رئيس القضاء تقتصر على تسيير السلطة القضائية. وقال إن هذا القرار له أبعاده التي يمكن أن تؤثر على تحقيق العدالة. الخبر الأخير في النشرة، أصدرت سلطات محلية شيكان بولاية شمال كردفان أمرا محليا بتنظيم وضبط تحرك المواد التتب محلية شيكان اعتبارا من الأربعاء 11 أغسطس، ونص الأمر على منع تحرك التتب بعد الساعة 6 مساء، كما منع الأمر دخول التتب للأماكن المزدحمة داخل أسواق الأبيض إلا لأغراض نقل البضائع فقط، كما منع الأمر السرعة العالية واستخدام المسجل. وأصدرت السلطات عقوبات رادعة لمخالفات الضوابط بالسجن لمدة شهر وغرامة مالية 50,000 جنيه ومصادرة الموتر التوك توك في حالة تكرار المخالفة. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دمنجا، وإلى اللقاء.